إخوان السلام عليكم ومرحبا بكم. خبر عاجل وخبر مفرح. كاين جوج الأخبار مفرحين. الخبر الأول عنده علاقة بالناس اللي دايرين اللوجو، الناس ديال أرسيلو، والخبر الثاني عنده علاقة إن شاء الله باش إيطاليا. القضاء الإيطالي خرج واحد خبر عاجل ضد إيطاليا، بأن إيطاليا كانت سدات 16 مهاجرين بدات بهم باش داتهم ديك المخيم اللي داروا باش يبقاو يشدوا فيه المهاجرين. خرج عاجل القرار الاخراني من القضاء الايطالي بان كيمنع ايطاليا لا دير هادشي كامل، وكيعطيها يعني اللي عطى هذا القانون كيعطيوه واحد الغرامه كبيره، وكيشدوا هذا الملف ديال المهاجرين يطردوهم، وكيشدوا هذا الملف ديال المهاجرين باش يديوهم من هذا المخيم اللي كاين خارج اوروبا. حبابي خوتي بارطاجيو لي هاد اللايف ومرحبا بكم، وسمحوا لينا كنطولوا عليكم الصراحه ما كنديروش لايف بزاف، ولكن شي حاجه واعره اليوم عندي جوج الاخبار مفرحه وجميله جدا. بارطاجيو لي اللايف، واللي ما مشتركش يشترك الاخوان، ومرحبا بكم الاخوان. البارطاج الله يجازيكم بالخير. اللي كيسمعني يقول لي كنسمعك خوتي، اللي كيسمع يقول لي كنسمع، وبارطاجيو اخوان ما تحبسوش البارطاج. والله العظيم الا عندي لكم جوج الاخبار مفرحه. خبر الاولاني عنده علاقه باسيلو، خبر الثاني عنده علاقه بهذا الطرد اللي كيهضروا عليه وهذا الروينه اللي نايضه. يلا بارطاجيو لينا اللايف الاخوان، الله يجازيكم بالخير. اللي عزيز عليه الطنجاوي يبارطاجي اللايف وعلى بركه الله. يلا الاخوان البارطاج عاد كنقول لكم بارطاجيو باش ملي نبدا ما يدخلش الاخوان يقول لك عاود لنا عاود قول لينا عاود ثاني شنو كاين، فهمتوا؟ يلا الاخوان بارطاجيو انا نضرب جوج المواضيع مهمه من تما نمشيو نبداو نطلعوا معنا الاخوان، يعني كتعرفوني يعني الكلمه هي الكلمه. غادي نعطيو جوج الاخبار مهمه نتمنى نبداو نطلعوا الاخوان. غادي نبداو على بركه الله، نتوما بارطاجيو وانا غادي نبدا. النقطه الاولانيه يعني شوف ميلانو حنا عارفينها، قالت بان شدت واحد المكان كبير خارج اوروبا او خارج ميلانو باش يديروا فيه جميع المهاجرين اللي ما عندهمش الاوراق وغير يعني اللي ما عندهمش الاقامه. دابا خرج قانون او خرج يعني خبر عاجل من الطاليان، يعني القضاء الطاليان كيعطي واحد القرار الاخراني، كيعطي الحكم الاخراني بان هذوك المهاجرين اللي داتهم ميلانو من ديك البلاصه اللي جات خارج ميلانو باش داروهم بحال الحبس، يعني داروا ديك الشغل بحال ديك الشغل ديال كولو جمعوهم تمايا، قال لهم خصكم ضروري ترجعوهم، وهذا الشيء هذا خصو يتشاد الملف، رفض لهم كل شيء. هذاك المشروع ضرب لهم في الزيرو، اوروبا ضربت لهم ديك المشروع في الزيرو. اي دوله من الاتحاد الاوروبي بغات دير نفس الشيء راه دابا ما تبقى دير والو. علاش؟ حيت اخوتي ضرب لهم كلشي في الزيرو، يعني طرد المهاجرين ما كاين منه والو. كما قال لكم الطنجاوينو في الفيديوز اللي فاتوا، دابا غنمشيو الناس اسيلو. واو انا متحمس الاخوان، الناس اللي عندها اسيلو خدامه خليكم خدامين ما ديروش باخه، حيت خوكم هذا. الاخوان اللي عندهم اسيلو الله يجازيكم بالخير، ما ديروش باخه، ما ديروش باخه الاسيلو ديالكم، حيت كاينه خبر باقي في الميكا ديالها. الصراحة البارح كنت باغي ندير لكم اللايف، ولكن نتوما شفتوا الفيديو اللي حطيته على حساب بنيته ديالي. بارطاجوا لي اللايف الاخوان، واللي ما مشاركش يشارك، وشكرا لكم على البارطاج الاخوان. والله شكرا جزيلا الشكر الاخوان ديالي كاملين، والله تحياتي لكم وحبكم في الله، والله الا راكم عزازين عليا. الناس اسيلو وينكم يا الناس اسيلو، الناس ديال اللجوء؟ يلا بانوا لي بانوا لي في الكومنتات الاخوان. الناس اسيلو اخوان ديال اللجوء فانوا ليا في الكومنتات وبارطاجيو ليا اللايف. خبر مهم وخبر عاجل وغادي ندخل على بركه الله. اسيلو التعديل اللي غيدخل دابا جديد ما كيحتاجش منك دير باخان اسيلو ديالك، كيحتاج تكون عندك 6 شهور ونهار ديال سيكوريدات سوسيال، يعني انت مكوتيزي سايس ميسيس بالي. الناس اسيلو ملي كيهضر معكم الطنجاوي راه كيتحمل المسؤوليه. بارطاجيو ليا اللايف وسمعوني مزيان وسمعوني اخوتي، والله اللي كنهضر معكم خوكم هذا راه كتعرفوني دائما كنبقى نبحث ونخربق، يعني كنجيب معلومه انما في 90 ولا في 99. عندك اسيلو ما ديرلوش باخه يا اسطى، ما بقاش محتاج منك دير باخه. دابا خرج واحد قانون اخر اللي عندك الحق تكون مكوتيزي سايس ميسيس تبارطاجي. اخي 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 احمد هيداك، يعني تكون عندك سايس ميسيس ونهار في لافي دالابورا، يعني انت مكوتيزي سايس ميسيس قانونيا. في هذه الحاله هذه ما كيحتاجش منك دير باخه اسيلو، كيحتاج منك تستنى هاد التعديل ديال شهر 11 اللي غيخرج دابا. هذا الناس اسيلو، غندير لكم شي فيديو غادي نفرحكم ان شاء الله. دابا غنمشيو فين غنمشيو؟ غنمشيو نطلعوا معنا الناس اللي كتدعم القناه، ما كنقصد دعم القناه كنقصد الناس اللي كتبارطاجي القناه.
والناس اللي مشتركه في القناه والناس اللي كتسول في الطنجاوينو دائما وهي معنا. فين هاد التسويه اخي العزيز؟ خليك معايا، ملي جبتي الموضوع قبل ما نمشي نطلع الاخوان، الناس اللي كيسولوا التسويه الجماعيه، التسويه الجماعيه راه حنا هضرنا بان غادي يستافدوا الناس اللي قبل 31/12/2023 كاع غيستافدوا، ولكن باقي حاليا ما طبقوا والو، باقي كنستناو اخي العزيز. حنا دابا كنهضروا على الرايغو سوسيال، على الرايغو فورماسيون، على الرايغو لابورال. الرايغو لابورال ما بقاش، ولكن اسيلو غيولي عنده واحد القانون اخر اللي تقدر تدفع فيه ولا عندك اكثر من 6 شهور، وما تحتاجش دير باخه، يعني ما تحتاجش تحيد ديك اسيلو او تنزل على داك الشيء كامل ديالك. دابا نمشيو للناس ديال الرايغو سوسيال فورماتيفو، يعني الناس ديال الرايغو فورماسيون. الاخوان الرايغو فورماسيون راه كاين تعديل فهاد شهر 11 ديال الرايغو فورماسيون، غيولي سميتو الرايغو سوسيو فورماتيفو، يعني سوسيو فورماتيفو. ما يعني سوسيو؟ يعني غيولاو يطلبوا لك لي فورمي فعاود ديك الشيء اللي كان قديم ما كانوش كيطلبوها، فالي يعني ما غنزربوش. والناس اللي عندها الترخيطه ديال الرايغو فورماسيون وما لقاتش بري كونتراتو او ما كتبحثش على بري كونتراتو كتستنى التعديل، انا كننصحك قلب على بري كونتراتو، حيت ما قادرينش نعرفوا واش الناس اللي عندهم ترخيطه قديمه ديال الرايغو فورماسيون واش عندهم علاقه بالتعديل او لا ما عندهمش علاقه بالتعديل. انا كنقول اه، ولكن باقي ما كاينش شي قانون كيقول هادشي. دابا غادي نمشي نشوف الناس اللي كتفاعل معنا والناس اللي كتبارطاجي باش نطلعهم معنا، ما غاديش نطلع من غير الناس اللي شاركين معنا. يلا على بركه الله، يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بالخير. واللي عزيز على التنجاوي بارطاجي لايف الاخوان، انا غنشوف شكون كيتفاعل معنا وغادي يطلع، يعني اللي كيتفاعل معنا واللي مشارك معنا. يلا الاخوان اللي ما مشاركش يشارك باش يطلع معنا في اللايف، حيت درت واحد السيستيم الاخوان ما نقدرش نطلع شي واحد من غير الناس اللي مشاركين معايا. يلا على بركه الله نشوفوا شكون هذا. يلا الاخوان على بركه الله، الله يجازيكم. شوف انا ما غنختارش اللي يعني انا نطلب لكم ديروا الشراكه، يلا ما غنختارش حيت كاين الناس كيبارطاجي ولكن ما مشاركينش. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا خويا العزيز، تفضل مدينا والموضوع خوتي كلشي غادي يطلع اللايف شويه بسيطي. تفضل مرحبا. او بنسولك خويا على واحد سميتو في البسيطي وكوينكا. المهم انا نهضر على البسيطي اللي دافع عليها 5 شهور وما عرفتش علاش ما جاوبنيش، وشنو حل ندير؟ واش نمشي للسطان خيريه ولا؟ قول لي يا خويا العزيز بالضبط شنو دافع. بنبدل الوراق، عندي الوراق هذو ديال القرايه وبنقلب. يعني انت داير موديفيكاسيون ديال الراي وفورماسيون دفعتي نفس الميدان اللي عندي في كودرا في الدبلوم؟ عندي سميتو ديال الدواء سانيتاريو كورسو. المهم انت الدبلوم اللي عندك هو اللي درتي به كونترا، يعني بري كونتراتو فيها نفس الميدان. نفس الميدان ما كاينش مشكل اخي. كطلع تراميتي؟ ما هو باقى في معالجة. واش تراميتي؟ انت تراميتي؟ سي لاقي تراميتي. خلصتي التاصل الاولى؟ خلصت التاصل الاولى. يعني في هذه الحالة عندك الحق اخويا تمشي لسران خيرية. من بعد 90 يوم اي مهاجر في اسبانيا عنده تراميتي في 90 يوم عنده الحق يشد السيتا يمشي يسول على الدوسي ديالو. ضروري السيتا. لا رخصك السيتا اخي. غادي شوف انت ما عندكش مشكل دابا انت تراميتي. كنقول لك ويلا باغي تسول خصك تمشي لعندهم. شكرا خويا طنجاوي. الله يسهل عليك اخي، تحياتي. شكرا. امين الله يحفظك. يلا الاخوان كلشي غادي يطلع. شوف انا كيعجبني الانسان او الناس اللي كيتفاعلوا مع القناه وكيبارطاجيو القناه. كما كتعرفونا حنا دائما كنجيبوا شي حاجه اللي هي فيها المصداقيه واللي كتكون مفيده للجميع، يعني ما كنجيوش وكنعبروها من راسنا. البارطاج وعلى بركه الله. ونزيدكم واحد الحاجه، كاين بعض الاخوان دابا معانا كيتفاعلوا كيبارطاجيو كل شيء ولكن ما مشاركينش. شحال واحد فيكم يطلل يجبر راسو ما مشاركش. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي خديجه مرحبا، تفضل اختي مدينه والموضوع. تورط مزيخت. تورط مزيخت مرحبا. اش سديت مليح؟ الحمد لله الله يرحم والدي مليح. بارك الله فيك. اش سقسي دفع وينات اريزينسيا دي نهار 10 دي 7 عاد واخا في دارين ما القانون دفع دفع تبوغ سوسيال. كيفاش تبوغ سوسيال اذا يدفعن؟ لا من القانون دفع زعما شنو من القانون ما مش من القانون.
ما تدفع ضرائب سوسيال، ما ضرائب فورماسيون، ما ضرائب فاميليا، واللي سوسيال واه سوسيال واه سوسيال واحد تدفع كي شحال سبعة ياه. واه ما انا كان كاين اسبانيا نيلي برشلونة برشلونة كيتعطلوا ما بين تعطان زي 4 شهور تا 5 شهور ياش باش قدي ترامينتي واد وين هي زعما تعطل باش اخدم دارن باش وغريب وريح قد سقس ادرا غير خلي خاص سقسي خلاه دوسينا من اخرى مريع عدد 90 يوم قاعد 90 يوم عامل حقه تحت استرانخيليا تفض سيتا صندح برشلونة واه عامل حقه تفض سيتا صندح المرة عدد 90 يوم سقام يدفع شكرا بارك الله فيك ما كاين وليدي يعني يا للاخوان بارتاجيو اللايف انا ما عنديش مشكل اي واحد بغى نهضر معاه في اي لغه مرحبا 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 الاخوان اللي عزيز علي الطنجاوي بارتاجي اللايف الله يجازيكم بالخير شوف والله الا انا كيعجبني تبارتاجي وعلاش حتى انا كتشجعوني باش نعطيكم معلومات السلام عليكم السلام عليكم خويا وعليكم السلام حياة مرحبا اختي تفضل الموضوع ونديها انا كاين كارتاخينا الموضوع ديالي هو على حساب الكورسو انا درت الكورسو نتاع الليمبيثا والمشكلة مازال ما لقيتش الكونترا درتي الكورس ديال الليمبيزا ما لقيتيش كونترا شحال داز دابا على الكورس على الوراق اللي عندك دابا انا الوراق باقي لي فيهم 4 شهور ملي تكون باقي شهرين شهرين بالضبط وما لقيتيش بري كونترا خصك تهود لينيم كتفيرمي في لينيم ياك كان فيرمي في لينيم يعني ملي تكون باقي لك شهرين خصك ضروري تمشي لينيم باش تفيرمي امشي يا بابا امشي 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 يا ماما امشي امشي نسكم باقي لك شهرين يموتوا الوراق خصك ضروري تمشي ليني باش كيعطيك واحد الورقه باش كتمشي استراخيليا كيعطيوك عامين اخر يعني عام اخر باش يزيدوني عام في لاكارت اخرى لا حسب المدينه ديالك ما عرفتش واش غيزيدونك ولا لا وي ولا دابا ما لقيتش وما زادونيش صافي غيمشيو ليا الوراق ولا ما زادوكش اللي كيتسمى يعني خصك تستنى تدفع الريكو سوسيال ولا شي قانون اخر خاصني نلقى عاوتاني الا ما لقيتش الكونترا وبقيت زعما حتى نعاود ندير ريغو سوسيال يعني مسموح لي ولا لا دير ريغو سوسيال داكشي اللي قلت لك انا دابا ولا ريغو فورماسيون مازال دروك شي عام اخر كتدفع ريغو سوسيال يعني انت عندك 3 سنين كتدفع على 3 سنين كيقولوا بلي ان غادي يكون هاد الوراق يكون فيهم الخدمه ريغو فورماسيون واه في الوراق يعني في التعديل الجديد وحنايا هادو اللي عندهم القديم عندنا فيه الحق ولا لا ما كنظنش ما خلاص ماشي ما يكونش ما عارفش بالضبط السيستم اللي غادي يديروه ان شاء الله شكرا شكرا اخويا ان شاء الله خير للجميع والله يجازيك بالخير على هذه المعلومات وكنت انا ديجا طلعت معاك وعطتني شي بزاف ديال المعلومات قبل ما ناخذ الريغو فورماسيون وتبعت هذوك المعلومات الحمد لله وصلت لهذوك النتائج الحمد لله الله يرحم والدين ايوا نتمنى الله خير ان شاء الله نتمنى الله خير الله يجازيك بالخير ان شاء الله والله يسهل على الجميع امين الله يرحم والدين شكرا بارك الله فيك شكرا بارتاجيو اللايف الاخوان الله يجازيكم بارتاجيو اللايف اخوان العزيز علي الطنجاوي بارتاجي اللايف الله يجازيكم بالخير اخوان اللي معايا يبارطاجي اللايف كلشي غادي يطلع على الاخوان اخوان اللي عزيز عليك طنجاوي بارطاجي اللايف نشوف شكون باغي يطلع شوف اللي كيبارطاجي كيطلع هو الاول الاخوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا خويا خجاوي بخير الله يحفظك خويا العزيز مرحبا اني مزيان الله يحفظك مرحبا خويا موضوع المدينه الله يحفظك اخويا سميتي من الموضوع ديالي على الريغو فورماسيون والمدينه بورغوس مرحبا تفضل اخويا وبغيت نسولك اخويا مع كنت دفعت الريغو فورماسيون على حساب التبدال ولا دفعت غير دفعت الراسي ما عندي لا محامي لا والو بغيت نعرف واش غيردوا عليا على حساب الدريكسيون ديال العلوان ولا كيفاش خاصة شي حاجه دفعتي الراسك بلا محامي بلا والو
دفعت راسي الكونتراتو، دفعت راسي شديت السيطة ودفعت راسي. درتي لهم الايميل ديالك باش يجيك ميساج من سترانخيريه؟ عندك سيرتيفيكاتو دي خيطار ولا ما عندكش كود بين؟ لا ما عندي سميت الخيطار، ولا عندي الايميل ديالي مير ديك ديال الريكو ديال الورقة ديال الطلب ديال السوق السوسيال، فيها الايميل ديالي وفيها ديال داك، فيها الايميل. ماشي الورقة ديال السيكوريتي السوسيال، هذيك الاكس اللي عمرتي 10 ولا دايش عمرتيه، واش درتي في ديك البلاصة ديال الايميل؟ درتي الايميل ولا ما درتيش؟ ولا ما درتيش كاين اخويا كاين حسين؟ ولا كاين ما كاين درتيش؟ ولا كاين صافي غايجيك الميساج في الايميل وغتعرف راسك جاوبوك اخويا، تما غتعرف بان شفتي ورقة. بغيت نسولك على دابا دا شهرين ونص، واش عندي الحق من ديك راري مازال ما جاوبوش باقا طالع تراميتي ولا تدوز 3 شهور؟ تدوز 90 يوم اخويا عاد عندك الحق تمشي عندهم. دابا واخا تمشي عندهم ما يعطيوك حتى شي معلومة. اه صافي ما عرفتش كيفاش. تحية. شكرا اخي تنجاوي. مرحبا شكرا. يلا الاخوان بارتاجيو اللايف، الله يجازيكم بالخير. هذه ديال التصوير ما عرفتش مالها تفاز كاع. الله ينعس الشيطان. يلا الاخوان بارتاجيو اللايف، يلا الاخوان. البارتاج الاخوان بغيتو تطلعوا معنا الله يجازيكم. دابا انتم ما كتبارتاجيوش اللايف، انا ما كتبقاش عندي قناة ديال اللايف كاع. الاخوان بارطاج الله يجازيكم بالخير، اللي عزيز عليه الطنجاوي بارطاج الاخوان الله يرحم الوالدين. يعني اللايف ملي ما كيتبارطاجاش ما كيكون والو الصراحه، يعني حتى انا كنقدر نقدر نقطع اللايف فهمت، حيت كتشوف اللايف الاخوان تبارك الله 12000 دابا 12000 قلب في مده ربع ساعه، نورمالمون خص تكون كثار الاخوان، ومعنا 200 واحد على المباشر وما كتسكوش كاملين على البان، يعني ما كتسكوش البانطايه كاملين بكم وما كتخليوش اللايف يطلع، يعني الصراحه باش نكونوا منطقيا ما ننافقوش بعضيتنا، يعني واخا حنا كنبارطاجيو معكم المعلومه وكنديرو اكثر من الجهد ديالنا، ولكن كتلاحظ بان اغلبيه ديال الناس كيديو يعني اللي بغاو، يعني كيدير المعلومه ديالو وكيخرج، او كتجبرو كيطلب معلومه كتطلع معاك وما كيتكي لا في بانطايا، ما كيكون لا مشارك معاك، ما كيدير لا لايك لا والو، يعني هادشي اللي كنقول لك دير انا ما عندوش علاقه بالارباح اخي باش تفهم، يعني ملي كنقول لك بارطاجي ولا شي حاجه راه باش توصل المعلومه، يعني باش اللايف يطلع باش كتشجعني حتى انايا، يعني انا ما كنديرش هادشي بالمقابل صراحه، انا ما كنديرو هادشي بالمقابل اخي، ما كنديرو تحديات ما كنديرو والو، حنا خدامين على راسنا، ولكن انت مهاجر وانا مهاجر، يعني كنتعاونوا مع بعضياتنا، يعني انا ولا قلت لك اللايف خصو يطلع يعني ما يعنيش خصو يطلع باش انا نربح، ما عندي ما نربح في اللايف او لا في الفيديوز ما كنربح والو اخي، هادشي اللي كاين على بركه الله، يعني اللي كيتكيف بانتايا يعني مرحبا، واللي ما كيتكيش حتى هو مرحبا، يعني حنا كنتعاملوا مع الجميع ما كنختاروش صراحه، واخا كنقولوا اللي يشارك واللي ما يشاركش انا ما كنختارش. خويا الطنجاوي السلام عليكم. وعليكم السلام اخي، مرحبا اخويا نبيل. او ما سول اختي كتمازي اختي ما يمك كي ديجو حنجه يا سوشي السكسار اخي كي ديجو حنجه دي نتا دي نورويج يا زو دي سلاس بني غاس شهادي بذرو يحكي لس شهادي يتخاف محايز محايز دقيقة محايز محمد ريم سوقك خاوي بس يترعى صاحبي سي حتى وش دي جيبي الطاو مرحبا اخويا نبيل مرحبا صدر ايو محمد فضل غشد يجو حنجا قد كذي يا زو قيمة الشهر يا زودي هو ذن غاسبانيا يا زودي يدفع قارش ما ديش عن قانون الجديد نغم الغاي يا عمي لا من مغاز عشي شهادة السوكنا ما ولو غاسبانيا غاس شهادة السوكنا دي بارسلونا غاس لكارت نيمور بيب غاس وين غاس وين بروفات دين بروفات نعمين وين عمين واه نعمين يا جا انما يا جا نتاع ديال الدغيا الجديد شكرا الله يحفظك سمير انما يساين يساين القانون دغيا تنجيش على حيطاش تعديلات اما يدفعوا في لايف فورماسيون يعني انت اخا اوكي نتسمى دير نتسمى غاس 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 شان تنعشي غاس امني شاقر قبل شويه شان تنعش المهم انت غاس الحق ديال الدفاع ديال رايك فورماسيون بس الحق ديال جا تاهي في التعديلات جداد التعديلات جداد هنا كثيرين بزاف من الخوالي ان شاء الله واش قانش قادي نيش قانس خميني دفع انا مني تيشنس ناس تيشنس ناس تقنيش الدبلوم ديال اللي طنجاوي وريك فورماسيون اللي درنا روح ني غاش غاس الحق ديال الدفاع تديش نقول لك كارت ديريكت حد خدمه لا لا ني غاش غاس الحق ديال تاع الرايك فورماسيون يعني ينفع التكوين يعني دفع التكوين تيش الناس اللي واقيني تاع مسوق قاسم خاص الحق ديال هو المغرب ترمي واش تريدين ولا لحم والديك
لا لا تسري غاش اخو سري غاش. شوف الراي انفورماسيون وادي النيفو شنو 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 دفع برا خوري لا والو حاليا ما كاينش يعني اليا جا شهان شهان دي تاع سمي ماشي حضر بالطنجاو شكرا هو شكرا الله اخوان بارطاجيو لنا اللايف الله يجازيكم بالخير شوف جزاكم الله خيرا يعني شوف هذا راه طلب ليس امر يا اخواني اللايف راه كيتسينيالا راه كاينين اعداء النجاح انتم راكم عارفين بان كاينين اعداء النجاح اللايف راه كيتسينيالا وانا راه طالب منكم اخواني ولا بغيتو بارطاجيو اللايف باش ما يتاهش صافي هذا طلب ليس امر طلب من عند خوكم طنجاوي كما كتشوف الاخوان راه كاين السينيال على القناه السينيال يعني كاين بعض الناس او بعض الاعداء يعني حتى هما مسلمين منا ولكن قلبهم ماشي مسلم فهمتوا كيفاش القضيه دايره يلا بارطاجيو لينا الله يجازيكم بالخير وكل شيء ان شاء الله غادي يطلع معنا وشكرا جزيلا الشكر للجميع الاخوان فاميليات والجيش الخفاء ديال الطنجاوي اللي كيبارطاجيو يلا اخو مرحبا بكم السلام عليكم مرحبا تفضل السلام عليكم ما كنطلعوش يجي واحد يبقى محيد الصوت حيت حنا ما عندناش الوقت ديال هادشي الاخوه الله يجازيكم بالخير اللي عزيز عليه الطنجاوي يبارطاجي اللايف مرحبا بكم السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا خويا العزيز مرحبا لا خي الطنجاوي تحياتي شكرا مرحبا يرمانو الله يحفظك الله يهورك شكرا شوف اي واحد كي بارطاجي الفيديو سو كيدير لي لايك ولا كيدير كومونتير راه كيطلع ليا وكنعقل عليه راه ما كنساش الله يحفظك غير مانو ديالي راه كيطلع ليا كومونتيرات ديالي الله يحفظك الله يورك كاين شي جديد في الوراق كاين حاليا الجديد غيكون في شهر 11 على حسب اللي قال بيدرو سانشيز يعني حاليا دابا باقي ما كاينش الجديد حتى الاول ديال شهر 11 عاد غيبداو يخرجوا الجديد ان شاء الله حيت انا عندي عامين وتسع شهور دابا في البروفات وعندي كونطرا وما بغيتش ندفع بداك الانفورماسيون هذيك الوراق اللي كيقول لهم خيطي بيطي يعطوهم ليا تمشي تقرا يحيدوهم لك هذيك الوراق ديال خيطي بيطي خلي لنا تنشوفوا شنو غيديروا فيهم غيديروا فيهم غا خينتي بلا فيتي ان شاء الله في شهر 11 هي انا كنتسنى كنقول ربما نكمل الانتسي باش ندفع بالريكو الريكو سوسيال علاش كيقولوا ليه وراه فات شهر 11 غيخرج الريكو سوسيو يعني الريكو سوسيو تقدر تدفع به غا بعامين ميديا خورنادا ايوا انا عندي كونطرا ديال كلشي كومبلي ان شاء الله استنى شهر 11 صافي شكرا الله يحفظك الله يورك وتخلط الجو الله يورك نور ناديه ناديه شكرا اختي ناديه كلشي كنعقل على الكومونتيرات ديالكم ما تنساوش اي واحد كيكتب شي كومونتير وكيتفاعل مع الطنجاوين وراه كنشوف صحابكم راه ما كنشوفش كنشوف كلشي شكرا اخي شكرا شكرا على الورود شكرا لكم والله الاخوه راه اي واحد كيتفاعل معنا واي واحد كيبارطاجي واي واحد كيكتب كومونتير زوين ولا خايب راه ما كننساوش شكرا سعيد تحياتي يعني اي واحد كومونتير ديالو راه كنشوف السلام عليكم وعليكم السلام خويا الزين زين الله يحفظك خويا العزيز مرحبا يا مرحبا كيف راك اش كتعاود والله الحمد لله خويا العزيز الموضوع عندي الله يحفظك واحد السؤال الله يسهل عليك الى جات لخاطرك مرحبا خويا الناس بغيت غنفهم شنو هو السوسيو لابورال يعني ب ب دابا انا عندي عامين وما بغيتش ندفع في 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 بارا فورماسيون فهمت اها بغيت نفهم شنو هو السوسيو لابورال ما عنديش باترونامينت فهمت عندي هذيك العاديه عندي على العاديه عارف حتى بحال ديال ما فيهاش الراي بوداش ما فهمتكش اخويا العزيز حاول تشرح لي مزيان الله يحفظك دابا انا عندي عامين هنا في اسبانيا ما بغيتش ندفع في الرايكو بارا فورماسيون ندفع في الرايكو سوسيو فهمتي لابورار اللي غادي يخرج دابا في شهر سوسي الرايكو سوسيو لابورار ما عنديش باترونامينت هذاك ما عندوش علاقه بباك هذاك تكون عندك شهاده تسويق شنو عندك انت شنو البروبات عندك شنو البروبات عندك اخي تفضل لا كونيكسيون شا كنسمعك شنو بروبات عندك؟ نعم سمعتك شنو بروبات عندك؟ عندي بروفات طبيب عندي بروفات طبيب صح طبيب صح طبيب دولة واش طبيب الدولة ولا فلوس اخويا؟ نعم واش طبيب الدولة ولا فلوس؟ لا الدولة
ولا عندك الوراق، عندك الوراق ديال الطبيب ديال الدولة، كل 3 شهور، كل 3 شهور عندك بروبا ديال الطبيب لمدة 2 عامين. ملي تكون دابا تدفع، قبل ما تدفع 3 شهور خصك دير شهادة السكنة باش تدفع في شهادة السكنة الأخرانية. هاد السوسيو لابورال شحال تيطلبوا فيه شهادة السكنة؟ واش عام عام بحال بحال دوسانيوس دوسانيوس؟ ايه يعني انا ما ندوش فيه، ماشي ما تدوش، انت ما سمعتنيش. يعني انا ما يمكنش لي يقول ندوز لك البروبات ديال دوسانيوس، يعني شهادة السكنة خصها تكون فيها دوسانيوس. ممكن انت تكون عندك عام ونص ديال بروبات ديال الوراق ديال الطبيب، والاخرانية ديك 6 شهور الاخرانية تكون عندك فيها شهادة السكنة. ممكن تدفع عايدة، فهمتيني دابا؟ فهمتك، يعني مزيان نقدر نتسنى 6 شهور ما نكملش 3 سنين، كنت ناوي ندفع. تحياتي خويا، مرحبا، الله يعزك. الاخر ميساج واضح، فهمتي؟ دوسانيوس اريكو سوسيو لابورال غيطلبوا لك دوسانيوس. هذيك دوسانيوس ممكن تكون عندك فيها عام ديال بروباس ديال الطبيب ديال الدوله وكاريتاس كروز روخا، وممكن تكون عندك عام ديال شهاده السكنه، او العكس، عام ونص بروباس ديال الدوله طبيب ديال الدوله كل 3 ميسيس، واللي باقي شهاده السكنه. يعني الامر واضح اخوان، بارطاجيو 22000 قلب صراحه الاخوان، 22000 قلب اللي كاينه دابا حاليا. ولكن صراحه الاخوان الله يبيسر اكثر، يعني الله يبيسر اكثر. فينكم الجيش الطنجاوي الجيش الخفاء؟ فينكم؟ وينكم وينكم الجيش الطنجاوي الجيش الخفاء؟ وينكم؟ السلام عليكم. دابا مشكلة كيطلع شي واحد كيكون عنده صداع. اخوان بارطاج الله يجازيكم بالخير، البارطاج الله يجازيكم بالخير. يعني كنبغيو نطولوا في اللايف ولكن ما كنلقاوش البارطاج، كنبغيو نهبطوا اللايف صراحة. يعني شوف ما كان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا اختي. الموضوع عندنا الله. خويا انا بغيت نسولك، عندي واحد المشكل، الا الله يجازيك بخير الا ممكن. مرحبا خويا، انا خدمت عند واحد السيد 2 ونص، 2 و6 شهور في انترنا، وبنته اللي كانت مكلفه به جا مسكنه مرض السرطان وتوفات، وانا حاليا دابا مازال معاه، وكاينه واحد بنت اخرى كاينه في مدينه اخرى، ودابا حاليا بغات تجي تديه، وانا عندي الدفوع كملت 3 ميساج، تريس انيوس مشى لي راه كملت 3 سنين باش ندفع، باش ندفع رايكو سوسيال، وما بغاش تساعد معايا باش تعطيني كونطرا. عندك البروبات انت خدامه معاهم؟ عندك عندي كلشي من نهار الاول فاش دخلت، عندي كلشي، عندي فيديوهات، عندي ميساجات ديال السيده اللي توفات، مازال زعما عندي بزاف د الحوايج، الناس عارفيني هنايا في حدايا. ماكش غادي دير دابا، عندك الحل واحد هو كتمشي كتعيط للبلاصه اللي مكلفين بالخدمه، تقول لهم انا خدامه مع فلان، كيجيون عندك كيعمروا لك المحضر، وكتمشي معاهم وكتقيد ليك، يعني كتقيد كاع ديك المعلومات اللي عندك في يدك كتعطيهم له، وكتوكل المحامي، كتولي انت تابعاهم. ياك اخويا ما بقاش زعما شي مشكل في الوراق ولا شي حاجه؟ لا لا، هذيك شوف المشكل في الوراق ما عندك، ما تلقاه ملي كيجيون عندك اخس، ملي كيجيو ما كيلقاوك خدامه. يعني دابا انا قالت لي في الاخر ديال هذا الشهر صافي غادي تجي تدي، هي زعما راه عطاتني، قالت لي صافي هذا الاخر ديال هذا الشهر غنجي ندي، وانت صافي يعني صافي يا ستا، قالت لي ساكابو، قلت لها بالي ما ساكابو يا ستا، تقضي زهراتكم. قالت لي اختي اللي جابتك، قالت لي اختي اللي جابتك راه توفات، قلت لها اختك جابتني، ولكن باك هو مازال تيخلصني، مازال زعما هو في الوعي ديالو، تيمشي تيتيري فلوس بيديه، تيخلصني كل شهر يعني، وعندو النوميله مزيانه. بغات تدي الدار العجاز؟ داكشي من فهم ديالها كانت هي فكرت هكا، وهي اصلا ما عمرها جات، هذه 2 عامين هذه جات، تجي مره في العام ولا حتى شي عطله تجي تطلع لي وتمشي، هي ما زعما ما هزاش المسؤوليه من جهتو كاع، وهادشي ما تيهمنيش انا، بيناتهم عائله، انا غير خصني زعما قلت لي انا نساعد معاك، ديري بري كونطرات وخلي باك على الاقل غير نشد وراقي تحلي لي الطا، من بعد دي انا ما عليش نقول لك انا نزيد نخدم ولا، هذا هو الحل اللي درت معاها.
مي هي ما قالت لي انا ما نو بويدو قالت ماشي هي اللي تعطيك كونتراكت سيتيرك هو هو ولكن هي زعما هي تقود باه باش يمشي باش يعطيني بري كونترات فهمتي ما يمكنش انا ندي باه هاد الناس ما كيعرفوش الحق ديال الشيء ديال التمره وهاد الهجره اللي كان جوا يعني هاد الناس هادو يعني انا كون انا كون غير مده قليله خدمت معاه ما يضرنيش خاطري صافي نزيد في حالي داكشي اللي قلت لك انا هو اللي خصك دير والله العظيم والله حيت بنته اللي توفات مسكينه الله يعمرها هذا الصراحه ما كنتش تنحس براسي كاع زعما ناقصاني في النوميله ولا شي حاجه كانت بالعكس كانت هي تزيد من عندها شوف والله العظيم هادشي اللي كنقول لك انا هو اللي غادي يدير وربي غادي يوقف معاك ان شاء الله والله ما تضيع في الحق ديالك واخويا دابا انا طلعت معاك باش نقول لك واش عندي شي مشكل في الورق من بعد لقى زعما شي مشكل ولا شي حاجه داكشي انا متردده انتيا 3 سنين تقريبا قلتي 3 سنين انتي معاهم عامين وست شهور عندي تقريبا من نهار دخلت عندك الحق تهضر على حقك وهذاك اللي يقول لك لا ما تمشيش غادي يقيدوك حتى انتينا ما عندهم يقيدوك اصلا باش نقول لك واحد الكلمه هذا قانون ملي كتدفع واحد المسطره كتدفع المحكمه كتولي انتينا تستنى المحكمه شنو غترد عليك وكتدفع جوج الحوايج كتدفع التعويض ديال الخلاص كتقول لهم هكذا بان هذه ما كانتش كتخلصني وكتدفع الوراق لان بغيت ندير ورقيه يعني المحامي اللي غادي يدير هو اللي كيشرح لك شنو خصك دير وهادشي اللي كنقول لك راه الناس استافدوا منه ماكسيم ماشي نغلطك ولا شي حاجه والله يسهل عليك الله يجازيك بخير شكرا اخويا بارك الله فيك مرحبا شكرا بارتاجي اللايف الاخوه الله يجازيكم بالخير اللي عزيز عليه الطنجاوي بارتاجي اللايف شوف انا صراحه يعني كيقول لي واحد لاقا نهبط اللايف مش حام واحد يقول لي علاش كيقول لي واحد لاقا نهبط اللايف الاخوه حيت ما كنشوفش صراحه البارتاج ما يعني العقل ديالي كيقول لي نهبط اللايف يعني كنشوف الاخوه ما كيبارطاجيوش اللايف يعني ما يعني شوف انت شوف انت دابا حنا نمشيو مثلا اللي مشارك غادي يطلع تقريبا كلشي مشارك تبارك الله مزيان اغلبيه الناس مشاركين الشي اللي ما مشاركش ما غاديش يطلع صافي باش نجيو من الاخر غير اللي ما مشاركش ما غاديش يطلع شكرا الاخوه اللي كتبارطاجي فالي والله العظيم شكرا الشكر الجزيل لجميع الاخوان ديالنا اللي كيبارطاجيو والله السلام عليكم محمد السلام عليكم خاي محمد كيف تينا غزال بخير مزيان حبيبك اخويا العزيز تحياتي رمانو الله يحفظك خاي الطنجاوي الله ينورك مرحبا اخاي بغيت نستشر معك شي حاجه الله يخليك مرحبا تفضل اخويا العزيز الله يهديك خاي محمد انا ملي جيت تقطع لك الصوت محمد عربي تقطع لك الصوت رمانو دابا مزيان كنسمع محمد تفضل مرحبا سمعني واه قلت لك خاي محمد انا جيت في البحر فهمت اخاي مرحبا وكانوا شدونا الكروز الروخه شدونا كروز الروخه وبصمونا بوليس ميسي وعطاونا ديك المهم بروفا الاولى راهي ودابا انا باقي لي شهر نكمل عماين باش ندفع الريكو فهمت اخاي ودابا هذاك المشكل ديال الوسخ واش عندي مشكل ولا واش نزول الوسخ ولا ندفع به ولا كيفاش اخي خويا محمد انا نهار اللي جيت في البحر ملي شدونا كروزوفا داونا 3 ايام 4 ايام عطلقونا بسمونا وجونا صورونا الوجع ديالنا كامل بدلنا الحوايج كلينا بصمت جيت دورت ما حيت لا مشكل لا والو مشيت دفعت الوراق ما كاين حتى مشكل الشيء هذاك راه ماشي مشكل المشكل هو شدوك داخل وبصمتي انت شدوك البحر كي تما انت دابا بسموك باش النهار اللي غادي دير شي حاجه يعرفوا شكون اللي دار دابا انا شدونا حتى حنا جلسونا في ديك الملاجئ تمياتي ديال الاخر تجلسنا عليه لا صراحه جاو البوليس ديال اوروبا وجاو البوليس ديال اسبانيول بصموا لنا تما وعطاونا الورقه ديال البوليس عندنا وكانوا جابوا لنا حتى المحامي فهمتي يعطيك واحد الورقه بان خصك تخوي مده 15 يوم تكون تخوي ولكن هذيك الورقه ما كتضرك في والو انت ما عندك والو تدفع الورق ديالك على حسابي اخويا الله يسهل عليك هاي محمد لا بالنسبه لديك الورقه هذيك بروفا بحد ذاتها نو لا هذيك الورقه غامشي تقطعها على 95 ولا وصلت 100 مزيان ياه الله يسهل عليك ولكن ديال كروز الروخه دايزه هذيك بروفا الاولى كروز الروخه شنو فيها بانهم سجلونا و كروز الروخه ماشي مشكل حق هذيك البوليس لا ايوا صافي البوليس ما نبيناش نبين عاد الاخر البوليس غير تفرها الا كانت تحسب بروفا حيتاش ملي جات عاد عملت بروفا ديال
ديال شهاده سكنه عملتها حتى شهر جوج، انا كنت دخلت شهر 12 فهمت يعني، بقى لي ديفيرينتي ديال دو سميسيس. المهم نتايا ديال البوليس غبرها واللي بقى دفع به. الله يحفظك اخي محمد. وبالنسبه لسؤال واحد اخر الله يخليك، مرحبا. بالنسبه دابا انا بغيت ندير الكورسو ديال الماسين، الماسين فهمتي، واش يمكن لي بيه دابا انا في هذه النواحي ديال الميريا غرانادا، واش يمكن لي ان ندي به كونترا عاديه ديال الفلاحه؟ الكورسو ديال الماسين دير به كونترا عاديه ديال الفلاحه. ممكن خص يكون الماسين يعني الفروطه يعني مثلا داكشي اللي عنده علاقه بالخضره وداكشي هذاك. لا كنخدموا حنايا، كنخدموا ديك تشيري مطيشه صغيره وصافي عرفتيها، هذيك تما ديك مطيشه صغيره ديال شلاضه نو. سي هذيك كنخدموا فيها انايا بزاف يعني، فاميليا ديالو ممكن. سي مصطفى اخي محمد شكرا اخي بزاف، شكرا بزاف يا خويا، الله يسهل عليك. لا شوف والله الا كندير اكثر من الجهد ديالي باش كلشي يطلع، كلشي يستافد ان شاء الله، كندير اكثر من الجهد ديالي باش نكونوا منطقيا، كندير اكثر من الجهد ديالي. وسمحوا لي الاخوان راه ما درت لكمش الفيديو ديال الريغو لابورال اسيلو، راه ما درتلكمش فيديو. السلام عليكم. وعليكم السلام المانو، مرحبا. الله يحفظك بارك الله، وشحال والله العظيم شحال ما باغي ندوي معك بالله. الله يحفظك اخويا العزيز، مرحبا والله. شوف راه كنبغي نسمع بس بزاف والله العظيم. انا اللي كنت داير في السميه امين، راني بدلت السميه درت نايرسون، يلا بدلتها قبيله ديما تنصيفط لي. مرحبا اخويا العزيز، تحياتي ارمانو، مرحبا. الله يحفظك بارك الله فيك. بغيت نسولك في واحد القضيه، الله يرحم لك الوالدين. واخا شنو ندير انت دابا؟ انا في مرسيا في كايو سادي سكورا. مرحبا تفضل اخويا. الله يحفظك. انا دخلت في 2023 وعندي بروفا ديال الطبيب في 2023، درت بروفا في شهر 11 وفي شهر 10 2023، ودخلت في 2024 ودرت شهاده السكنه حتى شهر 6 في 2024. انا في هاد السويات الجامعيه انا مازال ان شاء الله. شوف بغيت نسولك على البروبا ديال الطبيب، واش ديال الدوله ولا الطبيب ديال الشمس؟ انا نقول لك دوز في كريز الروخه، كريز الروخه بروبا. ودوز في اييه ودوز في الطبيب ديال الحومه في كارتاخينا، الطبيب ديال الحومه وكروز الروخه. هذا بروبا تاع خويا، هذيك بروبا اللي كتحسب لك بروبا هذه. اذا راني محصي معاهم في 2023. شوف كروز الروخه طبيب الدولة، هادو ديال الدولة، هادو كتسمى وثائق الدولة اللي كيشدو الموظف في سترانكيريا كيشوف السيري ديك البروفا اللي عندك، كيهضر مع الطبيب يعني مع اللي مع ماشي مع السيستم ديال واش انت ديجا كنتي تما كتبقى عليهم صافي كتما انت راك كاين، وديال الفلوس ما كتحسبش يعني، انت خصك دابا كل بروفا بين بروفا وبروفا ما تفوتش تنشر 4 جوج بدا تصاير بروفا. داكشي اللي تندير انا دابا غير من الناس ديالي ان شاء الله ديال التسويه ديال الناس اللي قبل 12 31 2023. الله يرحم لك الوالدين. وعندك من 2023 2024 في 2024 حتى شهر 9 درت شهاده السكنه. ما كاينش مشكل، المهم انت كل 3 شهور 4 شهور حاضر لي بروفا. داكشي اللي تندير، ولكن عندي بروفا ديال الفلوس كنت تنصيفط الفلوس للمغرب كل شهر، تنصيفط داك كنت نصيف داك 1000 الاورو 1500. شوف هادي كلها نقطة واحدة المكالمة، معليش واحد المكالمة تتصوني عليا اسمح لي انا نقطع. الاخوان بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بخير اخوان. واخا انا معك، مرحبا اخوان، بارطاجيو اللايف كلشي غادي يطلع معانا. تفضل اخويا. داك الشيء دايز مزيان، كلشي دايز، ولكن البروفا ديال الفلوس من احسن بين واحدة ولا جوج حيدهم. لا ديال الفلوس ما عنديش ما عندكش، ما عنديش بروفا ديال الفلوس. من احسن هذيك اصلا ما خدامش راه حيده. الله يرحم يعني انت شوف بارك الله انت وكي. عندك البروفا ديال الكروس روخه وديال الدوله قبل 2024، مبروك عليك اخويا. انت دابا شفت هيدا بشويه، الله يرحم لك الوالدين، الله يسهل عليك، تحياتي ارمان. شوف وراك عزيز عليا والله، انت ديما نتبعك اقسم بايات الرحمه، الله يرحم الوالدين، الله يسهل عليك اخويا. يلا تبارك الله عليك، يلا هبطني من الفوق. مرحبا الاخوان، بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم الخير. شوف والله الا كندير اكثر من الجهد ديالي باش كلشي يستافد. شوف
يعني شوف راه انا كنقسموا معكم بعض المعلومات، بعض المعلومات وشي معلومات اللي حنا كنستافدوا منهم من عند واحدين اخرين وكنوصلوها. يعني كاين عندنا محامين خيستوريس، كاين عندنا ابو غادوس انا في اسبانيا مغاربه اسبانيول كما بغيت، يعني حنا كنجيبوا معلومه يعني في الميكا ديالها بحال الناس ديال اسيلو. هل هذا خبر مفرح؟ والله الا خبر مفرح انا فرحت في بلاصه اي واحد عنده اسيلو. الناس اسيلو